مدام إلهام فجر، ربة منزل. عندي 3 أولاد، عاملة مشروع أكل بيتي وحلويات. بيساعدني والحمد لله، احنا بنكمل بعض. أنا بعمل الحاجة، هو بيغلفها، بيساعدني في التسوية. صراحة بفضل الله، هو التقفيل اللي في الآخر ده خلص هو ده بتاعه بس، لكن أنا الحمد لله أنا العجن والكلام ده كله أنا اللي ببقى قايمة عليه، هو الفينش في الآخر والتسوية معايا، وإيده بإيدي بصراحة في كل حاجة. بساعدها بناء على طلبها في اللي هي بتعوزه، بساعدها في يعني لو عايزه بتشتري حاجات اللي هي الحاجات الخامات مثلا، بتعوز بتجهز الوقت بتاعها، بتقول انا عايزه الخامات في الوقت الفلاني، بتنزل معايا بنجيبها. هي بتختار حاجتها اللي هي عايزه تشتغل بيها. في حاله الشغل طبيعي، في اي حاجه ما طبيعي اكيد اتعلمت منها يعني. كان زمان اهالينا يحطوا السمنه لغايه لما تغلي جامد ويتاكدوا ان هي يعني بمعنى اصح بيقولوا قدحت، كانوا يتاكدوا كده. كنا بعد ما ناكل كنت تلاحظ الناس زمان كانوا يقول لك ايه، انا عندي حموم ومش قادر، الكحكايه صعبه شويه تقيله. دلوقتي الحمد لله يعني كل مدى ومدى، والشيفات الحمد لله في الشيفات الكبار دول، فطبعا اتعلمنا منهم. فطبعا جربت كذا طريقه فعجبتني صراحه الكحكه على البارد وعجبت. هنا في الفرن عندي التسويه كلها بتقيم في البيت، كل حاجه في البيت انا مطلع كل حاجه بيتي، ما بخرجش اي حاجه خارج البيت.